الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. للحد من انتشار هذا الوباء، وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي من أطر طبية وشبه طبية مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأوان السلطات المحلية وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغذائية وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء.